بعد معاناة دامت لأكثر من 40 عاماً، استفاد الحي القزديري سكومبري ببراقي غرب العاصمة من سكنة اجتماعية لائقة. اليوم رانا في العملية 27، العملية هذه تمس على مستوى بلدية براقي، حي محمودي اللي هو يعرفوه بسكومبري. عندنا فيه سوف بدينا منذ الصباح الباكر في إعادة إسكان 112 عائلة. هذه العائلات راح يسكنوا على مستوى حوش الميهوب في سكنات جديدة لائقة. الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي، عيشني ربي وشفت دار جديدة. احنا كنا في ساكنين في البرارك، حي سكومبري بن طلحة براقي. نقول شو نقولكم، يحس بها الإعانة وتحسينا ونضرينا وعشنا مدة هلكنا فيها بزاف، والحمد لله يا ربي فتح علينا رب العالمين. عراقيل واجهت مصالح ولاية الجزائر أثناء عملية الترحيل بسبب رفض بعض السكان للعملية وتفضيل البقاء في سكنتهم. كاين لي بيدونفيل وحبوا حسبوها نحن يا بيدونفيل، وهي سيتين فيلا كولونيال، عندنا 50 طون وحنا هنايا. ملي مات بابا الله يرحمه قالوا له هذه تاعك ابارتيغ دو 50 طون تولي لدار ليكم. عندنا هنا راني اون غروند فامي هنايا. الوالي المنتدب لدائرة براقي أكد أن هؤلاء السكان لا يحوزون على وثائق تثبت ملكيتهم. الإجراء هذايا كنا ناقشناه سواء على مستوى المقاطعة ولا مع السيد ولي العاصمة. فيما يخص المواطنين هذو، ما في الحقيقة هما حتى الوثائق اللي عندهم ماهيش وثائق يعني تثبت لأنه هذه أرض تاع الدولة، ملك تاع لي دومين، وهما قاموا سكنات عليها. وإن شاء الله نشوفوا سوف نصل إلى تفاهم إن شاء الله فيما يخص عملية إعادة الإسكان تاعهم إن شاء الله. رغم عمليات الترحيل المتواصلة، يبقى مشكل السكن هاجس يؤرق مسؤولي بلدية براقي وسكانها على حد سواء.